خطوة من شأنها أن تزيد التأجج والتوتر الداخلي. رفضت محكمة التمييز البحرينية طلبا للإفراج عن قياديين معارضين كانوا قد اعتقلوا خلال مطالبتهم بإصلاحات سياسية. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي على القياديين في 7 يناير من العام المقبل. أفاد نشطاء بحرينيون بأن محكمة التمييز البحرينية رفضت في جلسة عقدتها اليوم طلبا للإفراج عن 13 قياديا معارضا، مضيفين أن المحكمة التي لا يمكن نقض أحكامها ستصدر حكمها النهائي على القياديين في 7 يناير من العام المقبل. والمعارضون هم ضمن مجموعة تضم 21 بحرينيا، بينهم 7 تمت محاكمتهم غيابيا، ويعتبرون من قادة الحراك المطالب بإصلاحات سياسية في البحرين. ومن بين المحكومين الناشط المعارض عبد الهادي الخواجة الذي نددت عدة دول ومنظمات حقوقية بمحاكمته، وسبق أن نفذ إضرابا عن الطعام احتجاجا على سجنه. وعقدت محكمة التمييز اليوم أولى جلساتها للنظر في هذه القضية، ولم يحضر الجلسة أي من النشطاء الموجودين في السجن، واقتصر الحضور على هيئة الدفاع فضلا عن عدد من أقرباء النشطاء وممثلين بعض السفارات الأجنبية في البحرين وممثل عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي يزور البحرين حاليا وفد منها. وكانت محكمة الاستئناف البحرينية أيدت في 4 سبتمبر الماضي أحكام السجن التي تصل إلى المؤبد التي سبق أن أصدرتها المحكمة العادية بحق المعارضين. من جهة أخرى، طالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية خلال وقفة تضامنية أقامتها بقرية مهزة برفع الحصار عن القرية ووقف مداهمة المنازل التي تطال القرية بشكل يومي، وهو ما اعتبرته عقابا جماعيا للمناطق والقرى والبلدات التي توجد بها المعارضة.